المكلا تحتضن افتتاح الدورة السادسة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي. ذكرى فك الارتباط، تاريخ يصادف الحاضر ويسس للمستقبل في الجنوب. في مقابلة مع الغد المشرق، الزبيدي يحذر من انهيار مجلس القيادة الرئاسي إذا لم يضع حلولا للأزمة الاقتصادية. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم. عقدت في مدينة المكلا جلسات الدورة السادسة للجمعية الوطنية الجنوبية تحت شعار الشراكة مع القوى السياسية والمجتمعية والرموز الوطنية لاستعادة وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة. كأن لسان حالهم يقول: إذا هبت رياحك يا جنوب فاغتنمها، فعقبى كل خافقة سكون. قرابة 3000 مشارك وضيف يهتفون دولة دولة يا جنوب بصوت واحد هز أركان القاعة. هنا في المكلا تعقد جلسات الدورة السادسة للجمعية الوطنية الجنوبية في وضع استثنائي. يسعدني أن أشارككم افتتاح فعالية انعقاد الدورة السادسة للجمعية الوطنية من هنا من حضرموت الخير، رائدة نضالات شعبنا وثورته التحررية. وكلنا ثقة إن هذه الدورة بمواضعها المندرجة في جدول أعمالها وتوقيتها ودلالة مكانها وانعقادها ستكون دون شك محطة فارقة في نتائجها، وامتدادا للإنجاز التاريخي الذي حققه أخوانكم ممثل المكونات والقوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الجنوبية في اللقاء التشاوري الذي احتضنته العاصمة عدن مؤخرا وتوج بتوقيع الميثاق الوطني الجنوبي. الجمعية في دورتها تناقش عددا من الأمور حول هيكلة هيئات المجلس الانتقالي والجيش الجنوبي والجمعية الوطنية، وكذا وثائق مخرجات اللقاء التشاوري الجنوبي وغيرها من قضايا الساحة. والله في قضايا كثيرة اللي بنناقشها، هيكلة الجمعية الوطنية طبعا، وبنقر بعدين بكرة الوثيقة اللي وقعوا عليها. طبعا مناقشاتنا اليوم حول هذا الموضوع، وبإذن الله تحقق بعض لنا والبعض الآخر إن شاء الله في طريقة للتحقق بإذن الله، ويدنا ممدودة في المجلس الانتقالي الجنوبي لجميع الكوادر والرموز الوطنية في حضرموت خاصة وباقي محافظات الجنوب. حضرموت اليوم تستقبل ضيوفها بكل رحب بكل سرور، تفتخر اليوم باحتضان هذه الدورة، وإن شاء الله نتمنى أن تخرج هذه الدورة بنتائج وتطلعات شعب أبناء الجنوب وابناء حضرموت. القوى الجنوبية اليوم اشتركت واجتمعت في المكلا حول مطلب واحد لا ثاني له، ألا وهو استعادة وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة. في أولى جلسات هذا البرلمان تعقد آمال وتطلعات الملايين من الجنوبيين على إقرار خطوات للمضي قدما نحو استعادة دولتهم المنشودة. محمد بحفين، الغد المشرق، المكلا. أفاد مدير مكتب الغد المشرق في حضرموت عيدروس الخليفي أنه من المتوقع انضمام عدد من أعضاء البرلمان اليمني على المحافظات الجنوبية إلى الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي. وأكدت مصادرنا الإعلان عن هيكلة الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي تشمل زيادة أعضاء الجمعية الوطنية من خلال ضم أعضاء جدد وإعفاء آخرين من عضويتها وفقا لمخرجات الحوار الجنوبي في عدن. هذا وشهدت مدينة المكلا حفلا فنيا ساهرا نظمته الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، وذلك احتفاء باحتضان حضرموت أعمال الدورة السادسة للجمعية الوطنية وذكرى إعلان فك الارتباط. حفل فني غنائي ساهر نظمته الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي
في المكلا بحضور رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ونوابه وأعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي والجمعية الوطنية. أنا دائما أقول أنه نرى الجنوب في حضرموت ونرى حضرموت في الجنوب، وما جئنا إلا من الجنوب إلى الجنوب. اليوم كان حفل يعني في غاية التميز بصراحة، وأولا إذا أهني يعني أبناء محافظة حضرموت على كل ما قاموا في سبيل التحضير لهذه الدورة وبما فيها هذه الاحتفالية الجميلة جدا جدا جدا، وأهني القائمين على هذه الفعالية بصراحة كانت فيها إبداع كبير جدا جدا. اليوم كان حفل بهيج ورائع جدا، استمعنا إلى الطرب والفن الحضرمي الأصيل، وكان بالفعل يعني فن راقي ويمثل الجنوبيين بشكل عام في الداخل والخارج. نشكر الهيئة التنفيذية في حضرموت لهذا التنظيم الرائع، وللأمانة تستحق هذه المناسبة، مناسبة إعلان فك الارتباط هذا الحفل، ونتمنى أن تستمر هذه الفعاليات وأن تسود الأمن والاستقرار في حضرموت الخير والعافية ومكلا عروس البحر العربي. باقات من الأغاني الوطنية والتراثية ووصلات فنية مهداة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي شهدها هذا الحفل. تفاعل كبير من الحاضرين تراقصوا طربا وفرحا وابتهاجا بضيوف حضرموت. المكلا طول عمرها كانت بلد الامن والامان. الحقيقه انا جيت مرتين، مره في 2019 وقت ما كانت يعني الدنيا بتعج بالثورات اكتر من كده، كانت امان برضو، كنت بمشي في الشارع ما فيش اي مشكله خالص. النهارده احسن واجمل واحلى وارقى شعبها وناسها. النهارده حضرنا حفل رائع، وده مش جديد على الحضاره، ما ولا حضرموت ده هي اساسا اصل التاريخ واصل الحضاره، وهي العمق التاريخي اصلا للعرب كلهم مش بس للجنوب العربي. يعني بجد يعني حضرموت ناسها طيبين والبلاد حلوه جدا، وبجد فرحان اني موجوده هنا. كيف شفت الحفل اليوم؟ حلو، مرتب، منظم، كل حاجه فيه على اكمل، على قول على اكمل وجه يعني بجد. هذا الحفل ياتي احتفاء بزياره الرئيس عيدروس الزبيدي وقيادات المجلس الانتقالي إلى حضرموت، وضمن الأنشطة المصاحبة لاحتضان المكلا أعمال الدورة السادسة للجمعية الوطنية والذكرى 28 لإعلان فك الارتباط. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا. يصادف 21 من مايو ذكرى فك الارتباط في ظرف يشهد فيه الجنوب تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في طريقه النضالية دفاعا عن قضيته المقدسة. 21 من مايو يوم يمر في كل سنة مرورا عابرا إلا في الجنوب، فهنا تقف الذاكرة الجنوبية عند لحظة فاصلة من تاريخها. إنه تاريخ فك الارتباط بين الشمال والجنوب، والذي أسس لمرحلة مريرة كادت تجتث وجوده لولا عمق جذوره الانتمائية وإيمانه الصادق بقضيته المشروعة. شهداء سقطوا دفاعا عن الشرف، وأسرى أكلتهم السنين في غياهيب السجون، وعوائل وجدت نفسها بين خيار الموت والنزوح في حرب شارك فيها الأفغان والإخوان والحوثيون وفق كل مراحلها، وتجاوزت الحرب سقف القتل والدمار لتصل إلى العقائد في حملة تكفيرية خطط لها الإخوان في اليمن. ولأن الحق لا يموت تبلورت طلائع المقاومة في الجنوب وتحررت المحافظات، وتأسس المجلس الانتقالي الجنوبي كنواة جامعة للجنوبيين، وهو ما تحقق فعلا. الحوار الجنوبي الجنوبي الذي توج بالميثاق الوطني الجنوبي حيث حضرته كل القوى الجنوبية تقريبا، وتوالت الانضمامات تباعا فور إعلان توقيعه. أولى ثمار الميثاق كانت انعقاد الدورة السادسة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي في المكلا عاصمة محافظة حضرموت في سابقة تاريخية، أحداث وتحولات يشهدها الجنوب وعلى كل المستويات، شاء لها القدر أن تصادف ذكرى فك الارتباط بينه وبين القوى التي لا تريد له أن يكون.
شهد أعضاء مجلس القيادة الرئاسية اللواء عيد روس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي واللواء ركن فرج سالمين البحصني نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عرضا عسكريا لطلاب الدفعة الأولى ثانوية عامة بنظام البكالوريوس من كلية الشرطة بحضرموت. وقدم الطلاب عرضا عسكريا مهيبا في ساحة العرض، كما استعرضوا قوتهم وجاهزيتهم لتنفيذ المهام الأمنية الوطنية. وهنا اللواء الزبيدي أبناء حضرموت وقيادة الكلية، وخص بالتهنئة عضو مجلس القيادة الرئاسية البحسني الذي أسس هذا الصرح التعليمي الذي تخرج منه ضباط من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، منوها بأهمية هذا الصرح الذي تأسس بعد إطلاق عاصفة الحزب وتحرير ساحل حضرموت. قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيد روس الزبيدي في لقاء خاص مع الغد المشرق إن الحكومة أصبحت عاجزة عن القيام بأي عمل ميداني أو بناء مؤسساتها، وأضاف أن الوضع إذا استمر على ما هو عليه ستنهار الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. كنا وصلنا إلى مرحلة أن الحكومة أصبحت عاجزة عن القيام بأي عمل ميداني أو بناء مؤسساتها أو الوقوف بهذه الظروف يعني الاقتصادية الصعبة. وهذه المسألة هذه نحن نعرفها أنها يعني مسألة وقت بالنسبة للحكومة ستنتهي، وممكن تأتي حكومة إنقاذ أخرى. في خطة الآن لتغيير الحكومة؟ لا تتوفر لدينا معلومات كمجلس قيادة رئاسي، ولن نتفق على تغيير، لكن العجز الذي القائم الآن للحكومة سيدفعكم لبحث ذلك؟ إذا لم يرفعنا سينهار الوضع، إذا لم نغير الآن السريع وفوري سينهار الوضع، ينتهي الوضع، سينهار الحكومة وسينهار مجلس القيادة الرئاسي بكل تأكيد. قامت قوات اللواء الثاني عامة لقاء بمنع حمل السلاح في مديرية طور الباحة بمحافظة لاحج بعد انتشارها في المديرية وتأمينها من الانفلات الأمني الذي شهدته خلال الأيام الماضية. وعبر أهالي مديرية طور الباحة عن ارتياحهم لمنع ظاهرة حمل السلاح في مركز مديرية طور الباحة، مقدمين شكرهم وتقديرهم لألوية العمالقة الجنوبية. وكانت قوات اللواء الثاني عمالقة قد نفذت قبل يومين حملة أمنية لضبط الأمن في مديرية طور الباحة بعد معاناة المديرية من حالات الانفلات الأمني والفوضى التي راح ضحيتها العديد من المدنيين والأبرياء. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. بدعم إماراتي استكمال المرحلة الأولى من أعمال مشروع سد حسان الاستراتيجي. من جديد أهلا بكم. بتمويل إماراتي عبر صندوق أبوظبي للتنمية تستمر أعمال إنشاء مشروع سد حسان الاستراتيجي بمحافظة أبين لاستكمال المرحلة الأولى، والذي تنفذها الشركة الكندية OM وإشراف مباشر من وزارة الزراعة ومتابعة حثيثة من مجلس القيادة الرئاسي. سد حسان الحلم الذي حولته دولة الإمارات العربية إلى واقع ملموس. تجري أعمال المرحلة الأولى لإنجاز مشروع سد حسان الاستراتيجي بأبين، وذلك بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية. السد هذا عبارة عن منشأة خزن ضخمة للمياه وكذلك قنوات تحويلية. السد يعتبر إنجاز كبير جدا على مستوى البلد بشكل عام، وسيعمل على نهضة كبيرة جدا في القطاع الزراعي والموارد المائية في مديرية قنفر بل ومحافظة أبين بشكل عام. بالنسبة للأعمال، أعمال ماشية على خير ما يرام. السلطة المحلية موجودة إلى جانب الشركة الكندية لمعالجة أي إشكاليات طارئة. طبعا لا توجد إشكاليات تعرقل العمل، إنما تحصل أحيانا بعض الإشكاليات البسيطة. السلطة المحلية موجودة إلى جانب إدارة الشركة والعمل جاري الآن في كل المواقع. بتكليف من الرئيس رشاد العليمي ونائبه اللواء عيد روس الزبيدي، قامت قيادة السلطة المحلية بأبين بالنزول للاطلاع على سير الإجراءات التنفيذية لمشروع سد حسان، وذلك لما له من أهمية في تحسين العملية الزراعية والحفاظ على مياه السيول الموسمية التي تعتمد عليها مناطق دلتا أبين في الري، والتي كانت من قبل وعلى مدى عقود تذهب للبحر دون الاستفادة منها.
الطريق هو احد مكونات المشروع. مكون الطريق هو اول مره بيخدم الوصول الى السد، ثاني حاجه للمحاصيل الزراعيه في الدلتا بشكل عام، سرعه ايصالها الى التسويق. الاخرى هو المواطنين او القرى المجاوره للسد تستفيد بعمليه تسهل التنقل الى موقعهم. هذا المشروع الاستراتيجي مشروع هام جدا، اولا من خلال فتح الطرقات، من خلال استفاده ابناء المنطقه هذا من خلال هذا المشروع. ونشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها الجبارة، يعني معنا دائما وإلى جانبنا دائما، يعني وهذا يعني الأخوة الحقة إن شاء الله، ونحن لهم يعني سند في أي شيء. مشروع سد حسان المائي يعد من أهم المشاريع في أبين التي ستضمن تأمين المياه السطحية والدوفية لري المحاصيل الزراعية ومياه الشرب، بالإضافة إلى منع السيول الموسمية من جرف الأراضي الزراعية. لقناة الغد المشرق عثمان عامر، أبين. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. المكلا تحتضن افتتاح الدورة السادسة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي. ذكرى فك الارتباط تاريخ يصادف الحاضر ويؤسس للمستقبل في الجنوب. في مقابلة مع الغد المشرق تعرض مساء اليوم، الزبيدي يحذر من انهيار مجلس القيادة الرئاسي إذا لم يضع حلولا للأزمة الاقتصادية.